صباح الخير والصحة والعافية والنجاح والتوفيق للجميع. فد تبة صغيرة، ملاحظة صغيرة سألت عليها. من الأمور الصحية جدا أنه نسويها، وأيضا تستخدم لأغراض التنحيف، أكيد لأغراض التنحيف لإزالة الدهون الزائدة أو الوزن الزائد، هو استخدام خل التفاح الأصلي. مثل ما تلاحظون هذا بطل من خل التفاح الأصلي اللي with the mother، يعني المذر الأماية مال الخل اللي احنا نسميها موجودة بيه، ما يكون صافي جدا نقي، يكون المذر الأماية موجودة بيه. هذا النوع موجود عندنا بالأسواق، أسواقنا المحلية، وموجود بكل العالم، وهو نوع معتمد، وأكو أنواع أخرى أيضا لكن تكون أصلية. ممكن أنه نقوي تأثير الخل التفاح بأنه نحط له المواد التالية. نضع في بطل خل التفاح اللي هي هذه الكمية اللي نشوفها، البطل الصغير اللي كميته هي 473 مللين، اكو بطل اللي هو ضعف هذا الحجم، راح نشوفه ايضا قبل بعد شويه. نحط له ملعقه كوب من الكركم واللي هو مفيد جدا، نحطه بداخل البطل، ونحط ايضا ملعقه كوب او اقل من الفلفل الحار الاحمر اللي هو يسموه فلفل كيان او اي فلفل حار احمر، وهذا الفلفل موجود عندنا هسه هنا. هذا الفلفل ان شاء الله هم اطرح لكم اياه في فيديوهات اخرى. هذا الفلفل اللي تشوفوه قدامكم الان هو انا اشتريته فلفل طري، يكون صغير الحجم، حار جدا، وجففته وبعدين طحنته وخليته بالكونتينر هذا. نحط منه بشكل قليل على قد ما الحرارة تكون يعني متحملة بالنسبة لنا. طبعا من نحط كركم ونحط فلفل حار، نحط القليل جدا، فشي بسيط من الفلفل الأسود. السبب هو مو الحرارة، وإنما الفلفل الأسود يزيد فاعلية الكركم أضعاف مضاعفة، مئات المرات. نحط هذه الملعقة الكوب من الكركم والقليل من الفلفل الأسود وملعقة الكوب من الفلفل الحار أو أقل من ملعقة كوب، ممكن تكون ملعقة شاي حسب حرارة الفلفل وتحمله، بداخل الخل، ونبقي إلى أن يخلص استخدامنا لبطل الخل. من نجي نستخدمه راح ناخذ ملعقة طعام أو بهذا الغطاء مالته نفسه، ممكن أنه نستخدمه نفس هذا الغطاء، ناخذ هاي الكمية في قدح ماء أو مق ماء كبير ونشربه، وهذا الموضوع مفيد جدا للصحة العامة، مفيد للرجيم وإزالة الوزن الزائد والدهون الزائدة. هاي رقم واحد، استخدام الخل. نجي للرقم اثنين، فقرة ثانية أيضا باستخدام الخل. ناخذ عبوة من الخل، سواء كانت العبوة السابقة اللي هي 400 وكسور، أو هاي العبوة اللي هي تقريبا اللتر 946 ملي لتر، أيا كان من عندها، ونضيف لها الروزماري، والروزماري يكون مجفف أو يكون طري، روزماري مقدار من الروزماري، والزنجبيل، هاي قطعة زنجبيل، اما نبرشها او نسويها سلايسز رفيعة او انه نحط زنجبيل طوز. هذه العبوة ممكن احط لها هذا المقدار من الزنجبيل الطري، او مقدار ملعقتين كوب او ملعقة اكل من الزنجبيل المسحوق، واحط لها فد مقدار من الروزماري. الروزماري مفيد جدا، لكن مرات تكون النكهة مالته قوية يعني غير مستساغة، فما نحط كميات كبيرة منه، نحطها بهذا ايضا ونتركها. نكون احنا نستخدم العبوة السابقة اللي طرحناها في فقرة واحد، ومحضرين العبوة هاي الثانية على مود يبدي الفوائد والمواد المفيدة الموجودة بالزنجبيل والروزماري تطرح نفسها بالخل، خل التفاح اللي هو ايضا وذ مذر، وهي ام الخل الأماية الموجودة بها. وهنا همينة إذا تشوفوا هذا، هاي الأماية موجودة هنا بها تشوفوها، فنستفاد من عدها أيضا، راح ناخذ من عدها ملعقة كوب أو ناخذ من عدها غطاء كامل على قدح من الماء نشربه بعد الأكل، راح نزيد من فائدة وفعالية خل التفاح. أو ناخذها صباحا للي يحبون يسوون رجيم أو تخفيض للوزن وإزالة الدهون. هذه الفقرتين صغيرة سريعة مفيدة جدا، جربتها، جربوها ناس أعرفهم وكانت مفيدة جدا، صحيا أولا وأيضا لتخفيض الوزن.
شكرا لكم، وإن شاء الله تستفادون منها، وأريد أقرأ تعليقاتكم وأشوف لايكاتكم وإن شاء الله اشتراكاتكم أيضا. مع السلامة، شكرا لكم.